ممكن اعرف بقى ايه اللي عملتوه ده يا جزم؟ ما هو عشان بس نبقى متفقين، انا ما عنديش اي استعداد ان اخسر ماما بسببكم. وبعدين انتي ايه؟ هي كل ما تجيب سيره الجامعه، كل ما تجيب سيره الجامعه هق وماء. وانتي يا عسل ايه؟ كالكوليتر؟ واجيب لك موبايل. موبايل ايه وكالكوليتر ايه والترانز ايه اللي هتعرفوه عليا؟ طب تفضحونا. وبعدين ثانية واحدة، حبكت بقى يا حبيبي، يبقى هات لنا خطيبتك يا حبيبي بجد طبعا، هاتني جديدة. هتجيب مالك بكرة؟ أهي دي بقى قصة الفضيحة كلها. ما بقت تخيلي تقعد تحكي لها بقى على الترندات والزباين والتصوير. أنت برضو عايز تفضحني، مفيش فايدة. بس تصدق والله فكرة حلوة إنها تيجي بكرة، خليها بقى تتكشف قدام جدتك وتبان على حقيقتها، وإن ما حكمتش رأيها إن الخطوبة دي تتفشكل ما بقاش أنا، خليها تبوس. دي تبقى جات لك على التبطات دي يا جيجي. ها؟ نفسي أعرف أنت بتكرهيها كده ليه؟ ما برتاحلهاش. قلب الأم بقى الحاجات دي أنا أحسها كويس أوي. ملك ما بتحبش أخوكي. وبعدين ما هي باينة، كل خطابها العيلة المعروفة بتوع السوشيال ميديا، تاخد منهم اللي هي عايزاه وبعدين تقلبهم وتاخد اللي وراه، باينة. بعدين استني هنا. ايه في ايه؟ هو انتي مالك ومال مصايب الناس؟ ما تخليكي في مصيبتك. هتعملي فيها ايه بقى اللي عايزة تقابل حسن؟ ايه الحال بقى لما تيجي تتكلم معاه ويقول لها ان انتي سايقة العوج وعايزاه يسافر لوحده؟ هتعملي ايه؟ مش هعمل حاجة. وانتي يا بريئة، يا حلوه يا بريئه يا اللي فينا، هاتي بقى الموبايل ده. طب ليه؟ عشان تتعلمي بقى تبتزينا تاني. والله والله ما هيفضحنا غير دي ولا اخر مره، ومش هقولها تاني. اسمعوا اسمعوني كويس، لو اتفضحنا انسوا، لا فيسبوك ولا تيك توك ولا ترندز ولا ستوريز ولا فولورز ولا اي حاجه، تنسوا كله. هقفل لكم كله، انتوا سامعين؟ سامعين والله. اطلعوا برا. برا ايه؟ دي اوضتي. اطلعي اتفضلي اتفضلي يا ماما. انا هنهزر. ايه ده؟ انا خايف اطلع. خفيش تمام. عجبك اللي مامي بتعمله ده يا يونس؟ هي دي وصية بابي الله يرحمه اللي وصاها لك؟ شايفهم بيعذبوا فيا كده وواقف تتفرج يا يونس؟ يا اوفر انت. انت بتعيط بجد ولا ايه؟ لا اوعى والله العظيم، كل اللي انت انا مستحملش. اوعى تعيطي طول ما انا عايش، سامع ولا لا؟ انا ساعتها بجد ابقى رميت وصية ابوك في الارض. بس انت برضه بصراحة يعني لمضة ولسانك طويل وحاجة صعبة. يعني انا اعمل ايه؟ ربنا سلمني جتك كده. بعدين ما هو لو حد بيفتكرني بحباية حرنكش حتى في عيد ميلادي كان زمان لساني صان العشرة. والله يا بنت عندك حق، احنا كلنا شفت. فعلا مقصرين معاك في موضوع عيد ميلادك ده، كلهم نسيوكي الا انا. يكشي يكونوا حتتين دهب ينفعوني. يكشي. هوبا 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 هوبا. الله حلوة قوي. حلو عليا؟ قمر. قطعت كام دي يا يونس؟ قطعت كام؟ قطع رقبتك، والله العظيم قطع رقبتك. يا بنتي هتكلميني امتى زي الأطفال؟ يا بنتي يا قرشانة أنتِ. كل سنة وأنت طيب يا يونس يا حبيبي. طيبة يا أختي. ربنا ما يحرمنيش منك لحد ما تسيغني. بس بعد كده عادي أولع. بعد الشر عليك يا قلب أختك. بختك بطه قلب أختك. تعرف انا زمان ما كنتش بحب ابوس بابي عشان يعني كانت انا بتشوي، لكن بعد ما مات انا بتمنى يرجع وحده حتى لو دقنه بتشوكني. ما بوسك انا، انا بوسك انا. روح يا يونس يا ابن جهان، رضي عليك دنيا واخره. كفايه بقى، انت بقك ده ايه بقى؟ ما كفايه بقى، اسكتي بقى. يعني مش كنت تكمل جميلك وتجيب خاتم يمشي مع السلسله؟ اجيب لك خاتم يمشي مع السلسله. ماشي ماشي يلا ماشي.
خدي بقى دي كده. خدي. شكرا. يلا روح قلبي بره بقى. يلا يلا. انا غلطانة، انا اصلا غلطانة، انا بقول لك كلمتين أوفر. حلوين والله اوفر اوفر وبلدي وحاجة صعبة. توب عليا توب عليا. يلا.